بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. رجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم عن فضل ليلة النصف من شعبان، ليلة مباركة الدعاء فيها مستجاب. طيب نعمل فيها إيه يا عم الشيخ في هذه الليلة؟ احرص في هذه الليلة المباركة أن يكون لك فيها حال مع الله. احرص ان انت تصوم يوم 15، تفطر، صلي المغرب، صلي العشاء، بعد العشاء خليك في خلوة مع ربنا. لو هتجلس مع جماعة وتذكروا ربنا لا مانع، لو هتتذاكروا القرآن والسنة لا مانع، لو هتجلس في مجلس علم لا مانع، في مجلس مدح وصلاة على سيدنا النبي لا مانع من كل هذه الأمور، إنما اقضي الوقت واقضي الليلة في طاعة الله. طيب ذكر دعاء لله سبحانه وتعالى، وربنا يقول لنا في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يقول لنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا الله بما شئت وألح على الله في الدعاء في هذه الليلة بكل وجوه الخير التي تبتغيها من الله. أي حاجة أنت عايزها من ربنا قم صلي ركعتين وقول له يا رب أنا عايز، لأنها ليلة الإجابة، ليلة الرحمة، ليلة المغفرة، ليلة التجلي الأكبر من الله. ربنا بينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول هل من تائب، هل من مستغفر، هل من سائل فأعطيه، نادى وقد نزل الدنيا بلا شبه سبحانه عن صفات الخلق كلهم، يا راغب النعم، يا راهب النقم، يا سائلا كرميا هل لك الديم، إلي ولي وعن غيري تولى وكن عبدي أصير لك الدنيا من الخدم. إنما في ليلة النصف من شعبان ينزل من أول الليلة ويقول هل من تائب، هل من مستغفر، هل من سائل فأعطيه. فالإنسان يكثر من الذكر، يكثر من الدعاء في هذه الليلة، يبتعد عن الشرك، لأن الله لا يغفر لمشرك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. يحرص في هذه الليلة على فض الخصومة، عدم المشاحنة، عدم العداوة. وادع الدعاء اللي الأنصار دعوه للمهاجرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وادعوا الله بهذا الدعاء، اللهم نق قلوبنا من الحقد والحسد، يا رب خلي قلوبنا نظيفة، اللهم نق قلوبنا من الحقد والحسد ولا تجعل علينا تباعة لأحد. يبقى القلب نظيف، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وربنا يقول لنا في القرآن ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وسيدنا النبي يقول لنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في هذه الليلة المباركة ليلة فيها التجلي، ليلة فيها نفحات، فكل واحد فينا يحرص على الدعاء. احرص في هذه الليلة أن تكون ممن غفر الله لهم، ممن شملوا برحمات الله، ممن تعطف عليهم الله جل وعلا. اعفو عن الخلق عشان يعفو عنك الخالق، ارحم الخلق عشان يرحمك الخالق. وقول لربنا كده وانت ساجد يا إلهي ويا سيدي، تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن، وسل الله العفو والعافية والرحمة والمغفرة. اللهم اعف عنا واجعلنا من المرحومين في هذه الليلة، اللهم آمين يا رب العالمين. هروح فاصل وارجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.